الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الزواج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ونحن انطلاقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حثه كمسلمين علينا بالزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا وتكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال أيضا: تزوجوا الولود الودود فإني مباهي بكم أيضا الناس يوم القيامة. فنحن انطلاقا من هذا المبدأ ومن أجل تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على الزواج والنكاح والتكاثر، انطلقنا بهذه الجهة المتواضعة حتى نتقدم لطلب إيد ابنتنا، وطبعا جميعنا عيلة واحدة من أبونا وسيدنا أبو إبراهيم لإيد ابننا إن شاء الله رامي على سنة الله ورسوله. فنسأل الله التيسير والجواب بإذن الله عز وجل. ألف مبروك. هذه سنة النبي الفاتحة يا أخوان. Thank you.
اللي في النص. شو اللي في النص؟ اللي قاعدين هنا على الطوائل. شو اللي في النص؟ اللي قاعدين على الطوائل. يا رب شيء
وين طلعوا؟ سوي المضبوط ما تلقى فيه.